السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاجل الآن عارف مشاكل على صفحته الرسمية على الفيسبوك، يقصف في المباشر جمال إسماعيل يقول عاجل باعوها 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 يا علاء، انتهى كل شيء وانتصر الأعداء علينا، لكن هيهات هيهات من العدم نحيا لا أقول شيء، فقط لم يحطمنا أعداء الخارج باخوتنا الخونة في الداخل كما قال الشاوي، نخسره كامل وما نخسروش وحدنا. ده كان كلام عارف مشاكرة اليوم ردا على فؤاد إسماعيل واللايف اللي حله من قطر، وأكد إن لا يوجد شيء تاني للجزائر، وانتظرت علاقتكم في الكومنت. والسلام عليكم.